أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم إذا هنأ المشرك المسلم على أعياد المشركين، هل يرد المسلم عليه أم لا؟ لا، أعياد المشركين لا يجوز المشاركة فيها ولا التهنئة فيها ولا يرد على من هنأه بها، بل يمسي عليه ويقول: هذا لا يجوز لنا، نحن مسلمون وهذه أعياد كفر، نحن لا نحبها وننكرها. نعم، فلا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، ولا يجوز أن يرد عليهم المسلم إذا هنأوه بها، لأنها ليست أعياد المسلمين ولا يفرح بها المسلم.